يقول: عندنا في بلدنا عادة، وهي أنه يتم إشهار عقد النكاح في المسجد حتى يعلم الناس بزواج هذا الرجل وزواج هذه المرأة، فهل هذا جائز؟ إشهار النكاح يحصل بأمور: أولاً بالشهادة، الشهود بشاهدين، هذا من إعلان النكاح الإشهاد عليه. ثانياً ضرب الدف عليه للنساء، هذا من إعلان النكاح، ضرب الدف. ثالثاً الوليمة، وليمة الزواج، هذه من إعلان النكاح. نعم.